صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. كثير من الموارد القرآنية في القرآن الكريم تتكلم عن أهل بيت النبوة. القرآن هذا الدستور الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. القرآن الكريم إذا يريد الإنسان أن يأخذ من القرآن يجد فيه كل شيء، كل جوانب الحياة موجودة في القرآن. إذا يريد الإنسان يأتي إلى الزراعة، إلى الاقتصاد، إلى السياسة، كل شيء في القرآن الكريم، كل شيء موجود في القرآن. لذلك هو الدستور للدولة الإسلامية. في المقابل إن القرآن الكريم يتكلم عن أهل بيت النبوة. كثير من الموارد القرآنية التي تذكر أهل البيت عليهم السلام. الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقسم القرآن إلى أربعة أقسام أو أربعة أجزاء. جزء من هذه الأجزاء أو قسم من هذه الأقسام الأربعة يجعلها أو يقول إنها نزلت فينا أهل البيت، هكذا. يعني الله سبحانه وتعالى جزء كامل، قسم كامل في القرآن الكريم يتكلم عن أهل البيت عليهم السلام. في المقابل هنالك جزء، هنالك قسم من القرآن يتكلم عن أعداء أهل البيت عليهم السلام بالمقابل. كما إن في القرآن الكريم الإرشادات والنصح والحكم والمواعظ، كما في القرآن الكريم جزء مخصص للأحكام الشرعية. لذلك يعتبر القرآن مصدر من مصادر التشريع. يعني الفقيه اليوم إذا يجي إلى عملية استنباط الحكم الشرعي، استخراج الحكم الشرعي، يجي للقرآن. لو ما يجي للقرآن يمر بالقرآن، يأخذ من القرآن، يستعرض ما موجود وين؟ في القرآن الكريم. فلذلك أهل البيت عليهم السلام جاء ذكرهم في القرآن الكريم
عبر عنهم بتعابير كثيرة القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الإنسانية أشرف الخلق، في موارد عديدة ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام كثير من الموارد التي جاءت عن المصطفى التي تذكر علي سلام الله تعالى عليه، كثير من الموارد التي جاءت من قبل النبي. النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، هلك فيك اثنان، هؤلاء الاثنان أو هؤلاء الاثنين الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله، يقول أول واحد يهلك بعلي بن أبي طالب هو المحب المغالي بعلي سلام الله عليه، هذا محب بس يغالب أمير المؤمنين، بالمقابل مبغض يبغض علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. تشوف أكو محب وأكو شنو؟ مغالي. محب مغالي، ناصب حرب لعلي، يبغض علي، هؤلاء كلهم ماذا؟ يكون بعداد الهالكين بأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يكون هلاكهم بعلي. النبي صلى الله عليه وآله يخبر عليا يقول له: يا علي، لا يعرف الله. هكذا الليلة نريد أن نتحدث بعض الشيء عن علي بن أبي طالب حتى نأتي إلى مبغضين علي وماذا يتكلمون عن أمير المؤمنين، حتى إن ابن تيمية والفكر التيمي كيف يقوم بإخراج علي بن أبي طالب حتى من دائرة الصحابة. هكذا ابن تيمية، وراح نجي إن شاء الله. يقول له: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. يخبره أيضا صلى الله عليه وآله ويقول له: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. يجي مورد آخر لعلي بن أبي طالب، طبعا موارد كثيرة إذا يريد الإنسان يتكلم عن أمير المؤمنين، موارد لا تعد ولا تحصى من فضائل علي. يقول صلى الله عليه وآله: علي أتقاكم، علي أزهدكم، علي أعلمكم، علي وعلي، حتى إن أعداء علي بن أبي طالب شهدوا بأمير المؤمنين سلام الله عليه. معاوية بن أبي سفيان عندما وصل خبر مقتل أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال: لقد مات الفقه كله بموت علي بن أبي طالب. هكذا. وتجي بعض الأصوات اللي أسست الدمار والتفرقة وزرعت بذور العداء والنصب، تجي وتذم علي وتتكلم عن علي وتبغض وتنصب العداء لأمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف كيف إن بعض الأقلام التي تكتب عن علي بن أبي طالب كيف إنها تأتي وتقف بالصف الأول للبغض على أمير المؤمنين سلام الله عليه. عداء، مدارس أعدت إلى هذه المناهج، إلى مناهج التكفير، إلى مناهج النصب والعداء بحق علي سلام الله عليه. مدارس كثيرة توجد اليوم، هاي المدارس شغلها شنو؟
فقط تجيب روايات وتخليها بالمقام، ها، وإذا تجي تحقق بيها وتجي تطالعها ويجي ينظر لها يلقاها كلها شنو؟ عبارة عن كذب وخداع ونفاق. روايات كثيرة موجودة. وإلا عندما يأتي ابن تيمية مثلا ويتكلم عن أمير المؤمنين، يأتي ابن تيمية ويكشف عن نواياه ويكشف ما في قلبه من بغض لمحمد وآل محمد، هكذا، لأن الذي يبغض علي هو يبغض النبي صلى الله عليه وآله، وأي مبغض لرسول الله يعني مبغض لمن؟ لله تبارك وتعالى، مو كله لا. كل من يوالي علي، كل من يحب علي، كل من يتقدم بالطاعة لعلي سلام الله عليه، معنى الطاعة، معنى الموالاة، معنى الحب هي للنبي صلى الله عليه وآله، يعني لله تبارك وتعالى. لازم الإنسان دائما يتقدم بالطاعة لأهل البيت عليهم السلام، يوالي أولياءهم ويعادي أعداءهم. فابن تيمية يجي يكشف هاي الحقائق ويكشف هاي النوايا ويأسس مدارس ويأسس مناهج، واليوم لشديد الأسف موجودة حتى في المجتمعات الإسلامية، المجتمعات العربية، كثير من المجتمعات التي تأخذ بهذه المناهج التي هي عبارة عن زهق للأرواح، عبارة للقتل، عبارة للإرهاب، عبارة لإراقة الدماء، عبارة للتهجير، عبارة للطائفية. وإلا لماذا الكثير اليوم يأخذ من مناهج ابن تيمية ويعمل بها ويتماشى معها؟ كثير من المناهج اللي موجودة. داعش وغير داعش، من إرهاب، من تكفير، هذه كلها بذور منين؟ من مناهج ابن تيمية، كلها جتنا وتأسست لنا من هاي المناهج اللي موجودة، من مناهج ابن تيمية. لذلك المثقفين، الناس اللي يخافون على مذهبهم، يخافون على الإسلام، خطباء منابر، أصحاب شهادات، طلبة، شيوخ عشائر، حتى الإنسان اللي مثلاً يقول أنا ما أملك شهادة، هم ينصر ولو بكلمة، ينصر المذهب. لكن لماذا ينصر المذهب؟ ينصره، يقف بوجه هذه الانحرافات التي أخذت تسري في المجتمع المسلم أشبه بالغدة السرطانية، وهاي لازم إلها استئصال. كيف يستأصلها الإنسان؟ ترى خل أقول لك فتشي، أقوى سلاح يحارب فيه الإنسان هو السلاح الفكري، حطم عقيدته بالفكر، حطم عقيدته وما لديه، حطم بالعلم، هذا يعتبر موت إليه، هذا أكبر من موت السيف وأقوى وأمضى من موت السيف. شوف أنت مثلاً هاي المناهج لو يصد العالم الإسلامي إلها، يصد، ماكو داعي أرفع بوجهه سلاح وما أعرف إيش هاي اللغة، ها؟ يوقفون يصدون بالعلم، وتعال ناقش بالعلم وقدم ما لديك بالعلم، تشوف أنت شلون راح تسيطر عليه. شوف مناهج ابن تيمية اليوم، شوف مناهج الدولة الأموية، شوف مناهج التكفير، مناهج الدواعش، كيف أن سيد المحققين ببحث المارقة كيف خرقهم من القلب، ولليوم سكوت، ما يقدرون حتى يتنفسون. ليش؟ لأن ما موجود، هذا أدلتكم، هذه مصادركم، هذه كتبكم التي تقول، ها؟ وإلا بالله عليك أريد أسألك سؤال، أنا دخلت شوية هالمداخلة، أريد أسألك سؤال، لو هاي الروايات اللي تطرح اللي بها نصرة وعزة للإسلام مو بس للمذهب، ها؟
ها بها نصرة للإسلام. المفروض كل إنسان هسه بغض النظر عن توجهك، على عين وراسي ما الغرض بك أنا بتوجهك وين تريد تتوجه، لكن إحنا لازم نلتقي في وحدة هدف. شنو هاي الوحدة؟ نلتقي بيها خوفنا على الإسلام، نصرتنا للإسلام، نصرتنا لمن؟ لعلي عليه السلام، لأن أمير المؤمنين يمثل الإسلام من بعد النبي صلى الله عليه وآله، يمثل خط الله، يمثل نهج الله، يمثل عدل الله، يمثل رسالة الله سبحانه وتعالى. المفروض كلها، كل من يحب الإسلام، يعشق الإسلام، كل من يقول أنا مسلم، يقف بوجه هذه الانحرافات وبوجه هذه المناهج التكفيرية. هسه بغض النظر تحترم رأيي؟ اي نعم احترمه واحترم رأيك، ها خلي واحد يحترم رأي الآخر حتى نتكاتف، حتى وحدتنا تصير قوية مو دوم متفرقين، ها خلي المجتمع الإسلامي يتحد على نقطة أساسية ويقف بوجه كل من يريد فرقة الإسلام وشتات الوحدة، ها وكل من يأتي بهذه المناهج التكفيرية التي تسيء إلى الإسلام، تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إيش قد من أهل الغرب حتى مثلوا أفلام مسيئة على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أكو واحد يقدر ينكر يقول ما مثلوا على رسول الله؟ مثلوا أفلام مسيئة لرسول الله، كاريكاتيرات عملوها في صحفهم، في مجلاتهم، في مواقعهم. بماذا؟ بسبب أفكار ابن تيمية وممن يسير على نهج ابن تيمية، اللي يجي يكتب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجي ذاك الغربي ياخذ يقول لك هاي موجودة بكتبكم، مو شلو لا موجودة بكتب أهل الإسلام، وروايات إذا ترجع لها تلقاها موجودة عند فكر ابن تيمية وممن يسير على فكر ابن تيمية وعلى نهج ابن تيمية وممن يصفق لابن تيمية، حتى جعل ابن تيمية شيخا للإسلام وقائدا للإسلام، هكذا جعلوا. وإلا كل ما لدى ابن تيمية هو عبارة عن بغض لله سبحانه وتعالى، لأن كل من يبغض كما قلنا قبل قليل يبغض علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، إنه يبغض من؟ يبغض الله سبحانه وتعالى، هكذا. لأن علي بن أبي طالب هو باب الله الواسع، علي بن أبي طالب هو الذي حافظ على التشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المدافع عن نهج النبوة وعن نهج الرسالة. لذلك لنلاحظ كيف التناقضات والمهزوزية عند ابن تيمية، لننظر إلى هذه العقلية وننظر إلى التناقضات. أنا راح أقرأ لك عدة روايات، ها حتى تصير الصورة واضحة عند اللي شاهدنا وعند اللي استمعنا، ونقول له هذا المنهاج اللي موجود، ونأكد له نقول له هذا الكلام ترى مو كلامنا، هذا الكلام مو إحنا اللي جبناه وأجينا به. راجع، أنت ليش تجي تسب؟ ليش تجي تشتم؟ ها خلي نقاشك دائما بالعقل، عندك عقل، الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل، كرمك بالعقل، وقال بنعمة العقل وجعله حجة باطنية عليك. انت ليش تجي تشتمني؟ ليش تجي تسبني؟ تختلف وياي بالفكرة، عندك اختلاف، تعال استمع من عندي حتى أنا هم استمع منك وآخذ منك وأجي أناقشك نقاش عقلائي، لا أجرحك ولا أسبك ولا ألعنك ولا لك علاقة بي وأنا ما لي علاقة بيك، بس نقاشنا يكون وين؟ نقاشنا يكون بالدليل، نقاشنا يكون بالعلم. وإحنا ما نذكره هو موجود في منهاج السنة لابن تيمية، أنا ما جايبه من عندي، ولا أهل التحقيق جزاهم الله خير الجزاء اللي جاي ينصرون الإسلام وينصرون المذهب، ها مثل سماحة السيد الأستاذ اللي
يسهر الليالي، اعلموا يحقق لنا ويجيب لنا لنصرة الإسلام، لنصرة المذهب. هسه هو ما قال لك تعال يا أخي إلا تتبعني، قال لك تعال انصر المذهب، إسلامك في خطر، مذهبك في خطر، لأن هاي الأفكار المنحرفة جاي تأثر، هاي الأفكار المنحرفة هي اللي جابت داعش، هاي الأفكار المنحرفة هي اللي جابت لنا القاعدة وتنظيم القاعدة وغيرها قبل داعش. ونفس هذا المسير ترى يبقى لا ما نوقف لهاي الأفكار ونوقف بوجه هاي الأفكار ونحارب هاي الأفكار، لكن بمن نحاربها؟ بالعلم. بمن نوقف بوجهها؟ بالعلم، لأن العلم هو سلاح ذو حدين وأعمق وأكبر سلاح ينتصر فيه الإنسان على أي كان. وإلا تشوف كل أهل البيت عليهم السلام كان سلاحهم ماذا؟ سلاحهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دائما يحارب بالعلم. فلذلك لنرى أو لنشاهد ما موجود عند ابن تيمية، لنقرأ ما موجود عند ابن تيمية. ابن تيمية الذي يناقض نفسه بنفسه. أنا أقرأ لك الرواية حتى تصور تكون الصورة واضحة ودقيقة عند اللي يستمعنا وعند اللي يشاهدنا. نقرأ الرواية كما هي موجودة حتى نبدأ نعلق عليها. في منهاج السنة النبوية، هذا المصدر اللي موجود، ونقول لأي شخص ارجع بنفسك إلى المصدر وشوف المصدر أنت وشوف الرواية حتى تلقاها نفسها موجودة وين؟ بالمنهاج، منهاج السنة لابن تيمية، أنت تشوفها نفسيتك ترجع لها وتلقاها. في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية الجزء السابع فصل. قال الرافضي البرهان الثاني عشر، ماذا يقول ابن تيمية؟ والجواب من وجوه الرابع، إن الله، تنبه لي زين، أنت راح تشوف ابن تيمية ماذا يصنع في هذا الكلام، تشوف ابن تيمية ماذا يفعل بهذا الكلام الذي لا يقبله أي مسلم يوقف بوجه هذا الكلام. نخاطب كل المذاهب نقول لهم تقبلون بهذا الكلام، راح يقولوا لك لا والله ما نقبل به. ليش؟ راح اقرا لك وشوف ايش يقول ابن تيمية. إن الله قد أخبر إنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات وداً، وهذا وعد منه صادق ومعلوم. إن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يؤدونها وكانوا خير القرون. ولم تأكيد، أرد أكد لك عليها، انتبه لها، يقول ولم يكن كذلك من علي، فإن كثيراً من الصحابة والتابعين، إيش بيهم الصحابة والتابعين ذول الكثير يا ابن تيمية؟ قال كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. صارت الصورة واضحة ولا لا؟ سوى ابن تيمية، ماذا فعلت يا ابن تيمية؟ بماذا من أين أتيت بهذا يا ابن تيمية؟ أنظرت كيف أن ابن تيمية أساساً يخرج علي بن أبي طالب سيف الله الضارب ليثه في الحروب؟ علي وما أدراك ما علي سلام الله عليه، الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله في خيبر لأعطين الراية إلى رجلا كرار، شبيه غير فرار،
تشوف كيف البغض لعلي، العداء لعلي، ماذا يفعل نهج النواصب؟ ماذا يفعل نهج التيمية؟ ماذا يفعل نهج التكفير؟ ماذا يفعل نهج الدواعش بحق علي سلام الله عليه؟ يأتي ويخرج ويخرج علي، يطلع علي، ينحي علي عن قائمة الصحابة أساساً لبعد أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا علي بن أبي طالب الذي يخاطب نفسه أمير المؤمنين: يا نفس استحي أن يقال عنك أمير المؤمنين. خلي يسمع اليوم كل قائد موجود شو يقدم علي وشو يسوى علي. خلي يسمع ابن تيمية والنهج التيمي، هذا علي بن أبي طالب اللي طلع اليوم ابن تيمية من قائمة الصحابة بعده. من هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا علي؟ من هؤلاء الصحابة الذين سبوا علي؟ من هؤلاء الصحابة الذين تآمروا على علي؟ غير النهج الأموي لو احنا متوهمين به يا ابن تيمية. علي بن أبي طالب النهج التيمي، النهج الأموي، هو الذي أسس السه لأمير المؤمنين. 83 عاما عليا يشتم، وين؟ على المنابر، حتى جعلتموها سنة، هكذا سنة جعلتوها. الخطيب ما يرتقي المنبر إذا ما يشتم علي بن أبي طالب، لازم يشتم علي بن أبي طالب حتى ينزل. منو اللي أسسه؟ منو اللي سب علي؟ اعطيني واحد من الصحابة سب علي، ما سبوا علي. لذلك احنا اخواني دائما نركز على قضية مهمة، نقول لهم نفصل النهج الأموي، النهج التيمي، هذا ما يمثل أهل السنة، ما يمثل أهل السنة، هذا طلع خارج قوس. هذا النهج أساسا حتى ما يمثل الإسلام، بعيد كل البعد عن الإسلام. هذا تعاليمه كأنما رسالته نبوة واحد، إمامة واحد، بعيد كل البعد عن النبي صلى الله عليه وآله وأفكار النبي. لأن نبي الإسلام، دين الإسلام دين رحمة، دين مؤاخاة، دين محبة، هو هذا الإسلام. الإسلام اللي يسلم منك الإنسان من يدك ولسانك، هذا الإسلام. أنت نهجك نهج قاتل، نهج دمار، تسحل الجثث في الشوارع، هذا نهجك، هذا ما يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. هذا يمثل نهج بني أمية، يمثل نهج ابن تيمية، هذا النهج اللي موجود. فلذلك تشوف ابن تيمية كيف يأتي ويخرج ويخرج علي بن أبي طالب، ينحي علي بن أبي طالب عن دائرة الصحابة. وراح أقرأ لك بعد روايتين أدنى، إحنا على مود الوقت جاي يأخذ بينا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله إن شاء الله العودة لنا ونقرب هذا المكان أيضا، ها، وننصر الإسلام والمذهب، وننصر قضية الإمام صاحب الزمان من خلال هذه البحوث، ها، من خلال هذه الروايات. ونقل للعالم الإسلام، للعالم الشيعي، يابا اقعد وشوف، وانت لليوم ما تدري، ها، تعال شوف الجاي يحاربون الإسلام ويحاربون المذهب وانت ما تدري بعدك، مطينك هاي الشغلات، هاي القشور وملتهي بيها، ها، وكل شيء ما تدري. شلون هذا المثل قبل اللي يقولون أهنا ولليوم موجود، يقولوا له أنت نايم ورجليك وين؟ بالشمس، ها؟ هو هذا. يا زائر الحسين، يا من توجهت إلى قبلة الأحرار، يا من خرجت إلى رمز الثوار، هذا القائد العظيم اللي وقف أمام الآلاف، أمام الجموع، لازم اللي يخرج يسير على نهجه 100%. إن شاء الله خلينا نكمل اللي موجود عند ابن تيمية حتى نجي على الحسين سلام الله عليه. هنا ننظر إلى تناقض ابن تيمية، وهنا نريد أن نبين في هذه الرواية التي يرويها ابن تيمية. أنا قبل شوية قلت لك ابن تيمية عنده تناقضات كثيرة، تناقضات موجودة كل شهواية. هسه بهاي الرواية ايش راح يسوي؟
رغما على أنف ابن تيمية يشهد بماذا؟ مبغض علي، لا الناصب العداء لعلي، من ماذا يكون مصيره؟ ويبغض والمحب لعلي سلام الله عليه، الذي والي علي، يعشق علي، يسير على نهج علي، مو مجرد الإسلام، لا، حتى الكلام لا يؤخذ عليه. علي يريد تطبيق عملي، ها؟ الله يريد تطبيق عملي منك، أنت توالي هذا الرجل، سير على نهجه ويمشي على نهجه، رغما على أنفك يا ابن تيمية وأنت تشهد بيها، محب علي مغفورا له يدخل الجنة، لكن بشرط العمل. حتى لا واحد يقول يا بش دعوة عليك، كل واحد يحب علي يدخل الجنة، قلت لك تحب علي لكن بشرط شنو؟ العمل. العمل شنو العمل؟ العمل في نصرة الحق ودفاعك عن الحق وفي حب الله سبحانه وتعالى. وكل عمل يقدم الإنسان لازم لله، هكذا كل عمل يقدم الإنسان لله، إذا لم تأكل ولم تشرب إلا لله فافعل. ماذا يقول ابن تيمية؟ قال ابن تيمية، تنبه جيدا إلى كلام ابن تيمية، خلينا نشوف الناس ابن تيمية شو يريد يقول لنا هنا. يقول لنا ترى الناس نقمت على بني أمية وكرهت بني أمية وتوجهت على بني أمية لأمرين لشيئين، شنو ذن الشيئين؟ قال الأول يأخرون الصلاة، بني أمية ما يصلون بوقتها، والثانية قال بغضهم لعلي، سبهم لعلي، كما قلت لك 80 عام 83 عام علي بن أبي طالب يشتم على المنبر. قال ابن تيمية في منهاج السنة المورد الثالث، أعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان، أعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان، إحداهما تكلمهم في علي، والثاني تأخير الصلاة عن وقتها. ولهذا رؤية عمر بن مرة الجملي بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال عمر، شو يقول؟ قال غفر الله لي بمحافظتي على الصلوات في وقتها في مواقيتها، وحبي علي بن أبي طالب، فهذا حافظ على هاتين السنتين حين ظهر خلافهما فغفر الله له بذلك. شيش هنا شو يقول ابن تيمية هسه؟ صار عنده تناقض لولا؟ قبل شوي الرواية الأولى ايش قلنا ابن تيمية سوى؟ طلع علي منين؟ من دائرة الصحابة بعده. هسه هنا شنو؟ الله سبحانه وتعالى غفر لعمر بن مرة الجملي بماذا غفر له؟ شيئين، الأول قال غفر لي بحبي بولائي لعلي سلام الله عليه أو محافظتي على الصلاة في وقتها، أصليها في وقتها وحب علي سلام الله عليه، الله غفر له لو ما غفر له؟ غفر له. زين أنت اللي تجي وتتكلم في منهاج السنة وتقول بني أمية أولا ماذا؟ يؤخرون الصلاة، ثانيا بغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الوقت طبعا داهمنا، خلنا نأخذ هاي الرواية. طبعا حتى الذهبي يقول، الذهبي الذي يبغض عليا ماذا؟ ناصبي. هنا هاي الرواية الأخيرة اللي حتى نختم مجلسنا بها، قال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 202
شو يقول ابن تيمية؟ إن عليا إنما قاتل الناس على طاعته لا على طاعة الله. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن علي بن أبي طالب عليه السلام إنما قاتل الناس على طاعته لا على طاعة الله، فمن قتل النفوس، اتنبه اسمع أيها العالم أجمع، تقبل بهذا الكلام لو لا؟ هذا علي اللي في محرابه عندما ضرب ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة. إذن علي يقاتل على طاعته، يجمع الناس إليه لأمره لإرادته، ليس لله تبارك وتعالى. ما لكم كيف تحكمون؟ أين العقول؟ ألا يوجد عاقل يقف ويقول لنقف عند هذه المهزلة العلمية اللي جاي تأتي بها؟ وهذا علي عليه السلام، إن عليا إنما قاتل الناس على طاعته لا على طاعة الله، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد. شرد عليه، شو نتكلم؟ ماذا يقول الإنسان؟ ماذا يريد أن يأتي بكلمة مناسبة لهذا المقام؟ عليا وما أدراك ما علي، زوج البتول. إيش قد أنت مظلوم يا أمير المؤمنين؟ إيش قد أنت محارب يا علي؟ الله يعينك يا أمير المؤمنين. لليوم هذا العداء ترى على طريقك وعلى نهجك، لليوم نفس العداء نفس البغض لعلي سلام الله عليه، نفس العداء ما زال. وهذا حال، نكمل لابن تيمية في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 202 يقول: وهذا حال فرعون، والله تعالى يقول. ماذا يقول المولى تبارك وتعالى حتى تستشهد بها ابن تيمية؟ قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وفسادا والعاقبة للمتقين. نفس العداء ما زال مستمر. شلون الحسين من وقف يوم كربلاء الإمام يخاطب القوم: على ما تقاتلونني؟ أسباب القتال. أجابوا قالوا: نقاتلك بغضا منا لمن؟ لعلي. شوف البغض لعلي، حتى قتلوا الحسين سلام الله عليه، والمأساة ما زالت إلى اليوم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. نشوف الإمام الحسين يوم كربلاء كيف يقدم أهل بيته واحدا بعد الآخر. كنا عندنا حوائج وكنا عندنا مرضى، وخلونا هاي اللحظات نختم بها مجلسنا ويا العباس أبو فاضل، لأن ما ذاكره من يوم 7 محرم. بنفسي أذكر العباس شوي. السلام عليك يا قمر بني هاشم. أبو فاضل يوم كربلاء كانت له مواقف جدا جميلة، كله جميل أبا الفاضل. أنا أطلب منك العذر شوي، راح أتأخر وياك شوي بهاي الكلمات حتى ندخل على النعيم نختم مجلسنا، محتاجين هالدمعة شوية لأبو فاضل. العباس عنده مواقف يوم كربلاء، كان الساعد الأيمن للحسين سلام الله عليه، شلون علي بن أبي طالب لرسول الله. كل شيء ماذا؟ كان النبي يندب علي. نفس القضية، الحسين كل شيء يوم كربلاء شو يسوي؟ ينادي أخي أبا الفاضل يقول له: لبيك يا ابن رسول الله. ما يقول له أخي،
راجع حياة العباس، طالع هاي الروايات اللي موجودة عندنا، بشوف ما يقول له أخي سيدي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة. بس أكو موقف احتاج به الأخوة أبو فاضل، يا موقف احتاج به، شايف الأخو مرات يحتاج الأخو، يريد أخوه، يمر موقف يريد أخوه يما يوقف. يا موقف يوم كربلاء هنا يقول من عندما قطعوا يمين العباس ويسار العباس، بعد السهام رشقت أبا الفضل كالمطر، سهم وين وقع؟ وقع في صدر العباس. والسهم وين وقع؟ في عين العباس. يقول هنا وقف أبو فاضل متحير، ليش؟ كفوف ماكو يقاتل بيها، ما موجود حتى يوصل به للخيام. وإذا بأعداء الله بعمودا على الحديث على أم رأسه، ها؟ عندما ضرب أبا الفاضل يقول هنا احتاج موقف الأخوة أبو فاضل. ماذا نادى؟ السلام عليك يا أخي أدرك أخاك، أخوي أبو علي، ها؟ تقول مولاتنا سكينة عندما وصل الصوت إلى والد الحسين، يا الله إمامنا المهدي يتأثر في مصيبة أبا الفضل العباس. موقف عندما وصل الصوت إلى مسامع والد الحسين، تقول خرج إمامنا أبي عبد الله لكنه سقط في باب المخيم ثلاث. يقول الرواة عندما جاء الحسين كان واقفا مستقيما كالرمح، لكن عندما قام عن أبا الفاضل قام محني الظهر، لقد بان بي الانكسار. يقل أخويا بياك ترطاحن زنودك، والله زنودك يا خويا العلم وين وين جودك يا أبو فاضل، زماني هم يعودك وشمل اللي تشتت بيك للتم، والله تخصر تخصر يا معبيده وصاح ويلي، والله اويلي يا شمس نهار ويا بدر ليالي. يقل اخو خويا يا عباس قطعت حالي، طاد الصبر من عقبك تهدم. جلس عند رأسي الحسين، أخذ إمامنا يمسح الدم والتراب عن وجهه، ما يألا لحظات وإذا بروحي الطاهرة فارقة الحياة. قام الحسين لكن بأي حال، والله قام حسين محني ضلوعه ومثل صب المطر صب دموعه. يقل لأخويا الظهر انكسر وانت اللي كسرت، شايف الأخوة يا أخو، شايف موقف الأخوة شلون؟ ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يقل لأخويا الظهر انكسر وانت اللي كسرت، ما نخوك شلون اخوك اليوم؟ والله عفت خويا انت الكافل وتجيب الماي انت. يقل لأخويا الظهر انكسر لقدر اقوم، والله اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم.
والله يا عباس يا ابو الغير استوحداني عقبك القوم، والله القوم يا يوم بعد ولا واحد علي انغار. لكن الحسين يشوف ابو فاضل بتلك اللحظات كيف مدرجا بالدماء، هذا بيت الدعاء واسالك الدعاء، يقول له موتك حيل يا عباس، والله هدى اخوي والك على الخوان، انت شايف الاخو من اخوي خاه شلون يكون موقفه، يقول له موتك موتك حيل يا عباس، هدى اخوي الك على الخوان، والله هدى انقطع يمناك يلا العلم، هدى وفيت اشهد يا ساي يا بعيل غاضري يا أبا الفضل يا من أسست الفضل والإبا. يا الله ارفع يديك بالدعاء، استغل هاي اللحظات. إلهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من شيعته وأعوانه والراضين بفعله والمستشهدين تحت لوائه، اللهم اجعلنا من خدمته يا الله، ممن يتشرف برؤيته يا الله يا الله يا الله. اللهم احفظ سماحة السيد الأستاذ، ابعد عنه كيد المتآمرين يا الله، فرج عن إخواننا المعتقلين، اللهم اقض حوائج المحتاجين ببعض الحوائج قمر بني هاشم يا الله. من كان عنده مريض من مرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم عافي وشافي كل مريض من مريض كربلاء زين العابدين، اللهم احفظ العراق وأهل العراق، وابعد عنا كيد التكفيرين والدواعش يا الله، لأمواتكم ولموت السامعين والقائمين بهذا المجلس، وإلى شهداء المبدأ والعقيدة وسيد الجليل عبد الرضا الصرخي الحسني رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.